يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء رفقة عز الدين صالحة. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. أهلا بكم في الروح الخضراء. هذه الحلقة اللي غادي تكون بدايتها من إقليم بني ملال، وغادي نتعرفوا على التعاونية الفلاحية سند اللي كتمن منتجات محلية وكتقدم خدمات لعدد من نساء المنطقة. فقرة فكرة خضراء، جهة الدار البيضاء ستات، حصول 63 مؤسسة بيئية على شعارات اللواء الأخضر وشهادات تقدير. وفقرة نصيحة الأسبوع مع عند ضيفتنا اليوم اللي غادي نتعرفوا من خلالها على طريقة إنشاء تعاونية فلاحية نسائية. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. أهلا بكم مستمعينا، ومرحبا بكم دائما معنا عبر أصوات في حلقة جديدة من الروح الخضراء. هذه الحلقة اللي غادي تنقلنا لإقليم بني ملال ونتعرفوا على التعاونية الفلاحية سند اللي كتميز من خلال تشغيلها الأكثر من 68 سيدة، وكذلك اللي كتميز من خلال التخصص ديالها في تثمين منتجات محلية مجالية خاصة بإقليم بني ملال. واللي غادي تقربنا من هذا الموضوع هي أمينة مجدي، رئيسة التعاونية الفلاحية سند. تحية طيبة سيدة أمينة، مرحبا بك معنا على راديو أصوات. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه وبارك الله فيكم. بالنسبه للتعاونيه ديالكم هي تعاونيه نسائيه سند، سبق لنا تكلمنا في عدد من المواضيع كتخص المجال التعاوني، ولكن بغيناك تحدثنا في البدايه على التجربه ديالكم. كيفاش بدات هذه التجربه هذه ديال التعاونيه سند؟ السلام عليكم وتبارك الله عليكم وشكرا جزيلا على استضافة التعاونيات وعلى هذا المجهود اللي تديروا باش تعرفوا بالتعاونيات ديال المغرب. احنا تعاونية سند الفلاحية تنتواجدوا في جامعة أولاد مبارك إقليم بني ملال. تعاونية أسست سنة 2013، كنا احنا تقريبا 1/8 ديال النساء اللي أسسنا التعاونية. دابا الحمد لله راه ولينا 68 امرأة اللي دابا تشتغل في هاد التعاونية. احنا تنشتغلوا على التسمين والتسويق ديال المجموعة ديال المنتوجات اللي عندنا في المنطقة ديالنا. التخصص ديالنا في التعاونية هو التوابل. نعم، الأنواع ديال التوابل التوابل المختلطة ديال الطاجين ديال الدجاج ديال اللحم ديال الكسكسو، المهم مجموعة ديال التوابل المغربية. وأيضا تنشتغلوا على الأنواع ديال الكسكس، أيضا بالبذور اللي عندنا في المنطقة، بحال المنطقة ديالنا غنية بالبذور بحال الشعير، القمح، الذرة، اللان، ديك النبتة ديال الخرطال. تنشتغلوا أيضا على الحبوب، على كما تنقولوا هنا الزرارع بحال الزنجلان اللي معروفه به الجهه ديال بني ملال الخنيفره، الزنجلان، حبه حلوان، النفاة، الحلبة، كل شيء هذا الشيء تيكون بلدي طبيعي. عندنا من مجموعه ديال المنتوجات اللي حنايا كتعاونيه النساء اللي عندنا عندهم ضيعات وحنا اللي تنغرسوها وحنا اللي نعم النساء عندهم ضيعات وانتم كتاخذوهم عندهم من الغرس، يعني كتمنوا هذوك المنتجات. كيفاش هذه الفكره هذه، كيفاش كتشتغلوا مع هاد النساء اللي في المنطقه؟ احنا عندنا تقريبا النساء ديالنا هما اصلا فلاحات، وعندهم في العائلات ديالهم كلهم عندهم ضيعات. نعم، كل امراه راه تلقى عندهم هنايا مزارع وهذا اللي تيغرسوا فيها هما هادشي ديال اما الزنجلان اما منيورا اما القمح الشعير بزاف ديال الحوايج. حنا اش نديروا، حنا تنشجعوا ديك النساء انهم يغرسوا داك الحوايج اللي حنا محتاجينهم في التعاونيه واللي تنتمنوا في التعاونيه، اللي ما كانتش باستطاعتها انها دير، تنعطيوها باش دير باش تغرس وباش تحصاد وهذا وداك المسائل. وفي الاخر تناخذوا من عندهم حنا داك المنتوج وهو اللي تنستعملوا في التعاونيه ديالنا. ميم طون راه تنعرفوا المنتوج منين جاي وكيفاش داير وشنو اللي المواد اللي مديوره فيه الكيميائيه وداك الشيء، وتنعرفوا وميم طون تنعاونوا دوك العائلات انهم تيسوقوا المنتوج ديالهم. الفكره ديالكم بدات بتمنيات النساء، الان كتكلم على 68 او ما يزيد على حساب المواسم، على حساب يعني الطلب. هذوك النساء كيفاش كان الاثر عليهم بالنسبه لهذا العمل؟ هذا عمل تقريبا قهر ولا هو موسمي؟ تكلمنا على هذوك النساء والاستفاده ديالهم من هذا العمل التعاوني. كاين واحد التغيير كبير نفع ليا انا بعد الاولى
وعلى النساء اللي معايا. حيت الاول حنا بدينا صراحه ما بديناش، ما كانش عندنا حضره اعتمال، كان عندنا حتى النساء اللي كانوا اللي دخلوا للتعاونيه راه النساء في وضعيه صعبه، وهذه راه كانوا تيعانيوا من الهشاشه ومن الفقر وبزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله بفضل التعاونيه وبفضل العمل اللي تنديروا بفضل هاد المجهودات وحتى المجهودات اللي قدمت معنا اللي قدموا معنا المؤسسات ديال الدوله، صراحه كان واحد التعاون كبير. دابا راه استطعنا اننا حنا دابا عندنا عمل قار، حنا تنخدموا العام كامل حيت المنتوجات ديالنا تتمشى كاع للسنه كامله. نعم. ما عندناش زعما ماشي غير موسمي ولا هذا، ولكن فاش تيكون مثلا في بعض الشهور ولا تيكون واحد الطلب زائد، بحال دابا قبل رمضان كنا زدنا مستفيدات اخرين اللي تيخدموا معنا، وهذا تيكون واحد الاوقات اللي عندنا تيكون عندنا فيهم الخدمه بزاف تنزيدوا مستفيدات اخرين. اما المنخرطات للاعضاء ديال التعاونيه وهذا راه تيخدموا السنه كامله. نعم. وحنا في الغالب عندنا المنتوجات بزاف، راه غير الاطريه تبارك الله راه فيها شي 30 المنتوج، والكسكسو حتى هو راه فيه شي 15 ولا 16، المهم كاين بزاف ديال المنتوجات اللي تخلينا اننا في كل طيله السنه راه حنا خدامات. امينه مجدي، نذكر انت الرئيسه ديال التعاونيه الفلاحيه سند باقليم بني ملال، بغيت نتكلم معك حول تسويق هذه المساله المهمه لجميع التعاونيات. البعض منهم كينجح فيها، البعض كيفشل فيها، والبعض ايضا كيلقى حلول مختلفه. اليوم لا تكلمتي لنا على التسويق، انتم كيفاش حليتوا هذه المساله؟ هذه قدرتوا انكم تبيعوا على المستوى الوطني، على المستوى ايضا الدولي، ولا باقي خاص ما يدار في هذا المجال؟ احنا بالنسبه للتسويق احنا بدينا اول حاجه بدينا تنتملوا المنتوج ديالنا وتنخلينا المنتوج ديالنا بواحد الجوده اللي عاليه، شويه بدينا نسوقوا في الاسواق المحليه، وشويه ولينا تنسوقوا في المعارض، تنسوقوا بزاف ديال البلايص، ولكن كان عندنا واحد الهدف اننا ننتصروا، اننا يعرفونا الناس كاملين. الحمد لله بفضل المنتوج ديالنا اللي لقى اقبال من عند الناس، ولاو تيجونا شراكات من عند جمعيه، من عند شركات اللي ولاو تيسوقوا المنتوج ديالنا. درنا شراكات مع الاسواق الكبرى، تنسوقوا في السوق اللي في التضامني ديال التعاون، السوق التضامني، ومن هاد الاسواق هما تيجيبوا لنا زبناء اخرين اللي نعم. ربما تيكونوا حتى هما خارج الوطن ولا تيكونوا احنا حاولنا شويه نطوروا من المنتوج ديالنا، حاولنا اننا نديروا واحد التلفيف اللي هو اللي مناسب اللي ممكن يتسوق لا داخل الوطن ولا خارج الوطن ولا حتى في الاسواق. حاولنا نلعبوا شويه على داك على التيكيت كيفاش خصها تكون، على مهم تحاولي انك تحافظي على جميع المعايير ديال الجوده. خدينا الشواهد ديالنا ديال السلامه الصحيه ديال لونسا، شهاده ديال برودوي تيغوار، خدينا الشهاده ديال السيرتيفيكا ديال ليكسبور، وهذا بفضل احنا درنا من اللي بدات التعاونيه راه من 2013 تبارك الله. ما نقولكش شحال ديال التكوينات اللي درنا في هذا المجال، واخا احنا بدينا راه ما تنعرفوا حتى حاجه، ولكن بفضل كما قلت المؤسسات اللي عاونونا صراحه وبعض المنظمات درنا تكوينات بزاف في المجال ديال التسويق وديال الانتاج وديال حتى كيفاش التراسابيليتي ديال البرودوي، كيفاش دير واحد المنتوج اللي هو عنده السيرتيفيكا ديالو، عنده المسائل ديالو اللي ممكن تسوقي في اي بلاصه. نجي معك السؤال هذا المره كيخص التمويل، السؤال ديال التمويل اللي كنطرحوه دائما في البرنامج. التمويل بالنسبه لكم مساله مهمه، كيفاش انتم ايضا عالجتوا هذه المساله هذه؟ مع من خدمتوا؟ كيفاش بين اتصلتوا؟ كيفاش قدرتوا انكم تمولوا الماتيريال ديالكم والمشروع ديالكم؟ احنا في البدايه ديال التعاونيه ما خليناش شي باب اللي ما طرقناش، هذا هو السر في الحقيقه، لانه اللي خصو يعرفوا التعاونيات ويعرفوا النساء ولا اسمه هو ان خصك تخرج، خصك انت تقلب، معمر ما تيجي شي واحد وتيدق عليك انت الباب ويقول لك اشنو خاصك كل هذا، ولكن انت فاش تمشي تتحرك راه تتلقى راه تقريبا نقول لك انا راه المؤسسات كامل اللي تيخدموا مع التعاونيات راه معروفين، ولكن خاصك انت اللي تمشي عندهم. استفدنا مزيان، استفدنا من دعم سواء مادي، سواء في التكوينات، سواء في المواكبه، سواء من مجموعه ديال المؤسسات. نعم. هنا سؤال قبل ما نمشيو لفقره فكره خضراء، بغيت نتكلم معك على الهم البيئي بالنسبه لكم. يعني كنشوف المنتجات ديالكم فهي كلها اصيله ديال التيروار في المغرب،
ولكن الهم البيئي واش كتحملوه حتى هو كتهتموا ب... احنا دائما في برنامج الروح الخضراء كنطرحوا هذا السؤال هذا، هاد الهم هذا باقي عندكم ولا فقط الهم ديال التسويق بعد المرات كيتطغى كيف ما ظهر عند بعض التعاونيات؟ هذا سؤال مفتوح. وحنا الحقيقة الهم البيئي بدا معنا من 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 كوب 22 فاش كنا عاد ولينا عرفنا اشنو هو كيفاش اننا خصنا نحافظ على البيئه. كيفاش حنا سابقنا في داك داك المؤتمر ديال كوب 22 مشينا لمراكش وشاركنا فيه وشاركنا بالمنتجات ديالنا وحضرنا بزاف ديال التكوينات وكانوا معنا نيت ناس اللي واكبونا من بعد وهذا على حساب هاد دوك المخلفات اللي تاي مثلا فاش نديروا الكسكسوره تيبقى لنا بزاف تيبقى لنا المخاله تيبقى لنا هذا تيبقى لنا هذا كيفاش داك الشيء ما يتلاحش كيفاش انه يتعاود يتخدم به كيفاش مثلا العطريه كيفاش دوك المخلفات ديالها حتى هي تعاود تخدمي بهم انك ما تلوحيهمش نفايات ولا في الغالب دوك النفايات تنديوهم حنايا تنديروهم في في الضيعه مع التراب ومع هذا باش تزيد وتعطيو تعطيو توجلي وزوين. نعم أمينة مجدي رئيسة التعاونية الفلاحية سند بإقليم بليملال، غادي نطلب منك تبقى معنا غادي نرجع لك في نصيحة الأسبوع من عندك دائما في الروح الخضراء خلال دقائق من الآن. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. أما الآن فوصلنا لفقرة فكرة خضراء وفيها غادي يمشيو لجهة دار بيضاء ستات وحصول 63 مؤسسة بيئية على شارة اللواء الأخضر وشهادات تقدير. بلاغ الأكاديمية قال أن هذه المؤسسات المتوجهة توزعت بين 26 مؤسسة حاصلة على شارة اللواء الأخضر وأربع مؤسسات حاصلة على الشهادات الفضية و33 حاصلة على الشهادات البرونزية. والإشارة أن هذا المشروع هو مشروع لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والهدف منه هو إنشاء مدارس إيكولوجية غادي تساهم في تحسين مستمر الوضع البيئي داخل هذه المدارس أو كذلك التوعية بالنظم البيئية والحفاظ على البيئة من خلال تحسيس الناشئة بالمدارس بأهمية المحافظة على البيئة والتربية على التنمية المستدامة. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. أما الآن فوصلنا لفقرة نصيحة الأسبوع. نصيحة الأسبوع دائما عند ضيفتنا اليوم رئيسة التعاونية الفلاحية السند بإقليم بني ملال أمينة مجدي. مرحبا بك من جديد سيدة أمينة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا أمينة مجدي، بغيت فقط نصيحة من عندك المستمعات بداية اللي كيسمعونا اليوم والرجال أيضا المستمعين اللي كيسمعونا. ديتو 8 الناس وصلتو 68 اللي كتشتغل معكم، بغيت فقط نصيحة من عندك حول من ناحية العملية، منين يبداو؟ واش بالوراق؟ واش بالفكرة؟ منين تكون البداية مثلا المشروع مثل المشروع ديالكم إلا كانوا كيسمعونا عدد النساء في المملكة الآن وبغاو يديروا بحالكم؟ أنا النصيحة ديالي اللي ممكن نعطي للجميع النساء هو أنه غير يبدأوا، غير يبدأوا ويكون عندهم واحد الهدف اللي تيكونوا رسمين في رأسهم وراه إن شاء الله راه غادي يصلوا، خصوصا أن المجال التعاوني فيه بزاف ما يدار وفيه مساعدة كبيرة بالنسبة للنساء. وماشي ضروري أنك تكون يكون عندك رأس مال أول حاجة، حيث مثلا شركات ولا غدير شركة ولا غدير مقاولة ضروري خصو يكون عندك واحد رأس مال ويكون عندك واحد المعرفة بهذاك المجال. تعاونيات ما تحتاج رأس مال، تحتاج هي رأس مال بشري، يكونوا غير واحد مجموعة مثلا ديال واحد المجموعة ديال النساء اللي باغيين يخدموا، راه هذاك هو هذاك كافي. حنا تنهضروا مثلا غير على التعاونيات على النساء في الجبال ولا، راه تنلقاو عندهم منتوجات مجالية اللي ما يمكنش تطيح لك في البال، راه عندهم شي اعشاب راه ما يمكنش، عندهم منتوجات. حنا في النواحي ديال الازلال راه كاين التفاح، كاين العنب، كاين القرقاع، كاين اللوز، كاين الاعشاب، كاين بزاف، كاين شي حوايج اللي ممكن هاد النساء يتمنوهم ويعطيوهم ويوصلوا الأسواق، ماشي يوصلوا أسواق وطنية وعالمية. أول خطوة هي عندنا المكتب ديال التنمية والتعاون اللي تيكون في الجهات كاملين. وهذا المكتب ديال التنمية والتعاون أشنا هو الدور دياله؟ الدور دياله هو التواصل مع الناس، مع أي واحد بغي يدير تعاونية باش تمشيو لهذا المكتب ديال التنمية والتعاون، راه هو تيعطينا المعلومات كاملين، ها شنو دير، ها شنو تبدا، ها كيفاش دير، ها شنو الوراق اللي خاصينك، ها شنو العدد ديال النساء، ها شنو هما راه تيديروا لك تكوين. وكاين مؤسسات اخرين اللي ممكن نمشي، مثلا كنت عم نخدم في المجال ديال الفلاحه اللي هما تيستقبلوا وتيعاونوا وتيقول لك شنو هما الفرص اللي كاينين. كاين مثلا المديريه ديال الصناعه التقليديه اللي بغى يدير هذا المجال ديال الزرابي ولا شي حاجه، كاين الغرف الفلاحيه ولا الغرف ديال الصناعه التقليديه. الهم ديالهم الشاغل زعما تنقولوا هو كيفيات التمكين الاقتصادي لهذه المراه مثلا القرويه ولا هذا. كاينه وكاله التنميه الفلاحيه اللي تدير واحد المجهود كبير 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 في المجال ديال التسويق ديال التعاونيات،
هي اللي تدير بصلات وصل بين التعاونيات وبين الاسواق الكبرى، ولا وزاره الفلاحه بحال فرضات على الاسواق الكبرى انها تستقبل التعاونيات وتبيع المنتوجات ديالهم. المعارض الدوليه اللي كنا تنمشيو ليها، راه مشي العام فايت كنا في المانيا، المعرض الدولي ديال المانيا اللي جبنا منه اسواق، دابا واخا الكونفينمون تنخدموا معاهم، تنصيفطوا لهم المنتوجات ديالنا. المعرض ديال باريس وين التعاونيات يعطوك واحد واللي تفتح دابا وتفتح في وجه النساء، النساء اللي ما قارياتش مثلا، النساء اللي ما عندهمش تكوين. حنا ما عندناش تكوين، ما عندناش تكوين، ما عندناش دبلومات لا في الماركتينغ ولا في التسيير ولا في التدبير ولا في شي حاجه، ولكن تبارك الله تعلمتوا كل شيء الحمد لله. ولكن تعلمنا كل شيء بفضل التجربه ديالنا وفضل العمل، ولينا دابا ممكن تسيير ديال التعاونيات ما بقاش عندنا مشكل. الحسابات ولينا تنعرفوا حنايا كيفاش نجيروا الحسابات ديالنا، ولينا دخلنا معنا دابا شباب اللي ولاو شادين الكونطابيليتي، شادين المسائل. بغيت نقول لك شكرا بزاف على هذه الافكار هذا وعلى التفاؤل. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شكرا لك. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. موعدنا كيتجدد الاسبوع المقبل دائما مع مشروع جديد، فكره جديده ونصيحه جديده. الى اللقاء. الروح الخضراء رفقه تعز الدين صالحه. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. تامون دائم. تامون دائم.